كذلك كنكلفكم بمسؤولكم اعتبار السي ولا عبد الرحمن الوفا المستشار البرلماني عن جهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. شكرا بعدا لكم بعدا التواجد ديالكم في هذا العرس الديمقراطي اللي كيشهد الانتخاب ديال الأمين المحلي ديال الدائرة ديال الكليز، اللي الحمد لله داز في واحد الجو ديمقراطي، واحد الجو أخوي اللي كان فيه التوافق على الأخ مروان، اللي كنعرفوا الأخ مروان كنعرفوا الثقل ديالو وكنعرفوا النضج ديالو السياسي اللي هو اللي تقريبا من أقدم المناضلين والمناضلات ديال حزب الأصالة والمعارضة عصره، اللي كان ترأس اللائحه ديال 2009 التجربه الاولى ديال حزب الاصاله والمعاصره. والحمد لله اليوم انيا كيف شفتوا واحد الجو اللي داز، واحد الجو اخوي وجو كبير، ومن هذا انا كنهنئوا وكنهنئ كل الباميات والباميين على هذا النضج السياسي اللي اصبحوا اليوم انيا كيتعاملوا به واللي يصبحوا طايقين فيه، واللي نعاود نزيد هو حزب الاصاله والمعاصره هو حزب التواصل، وهذا الشيء كنجسدوه حتى من التواصل ديالنا مع المواطنين والمواطنات بالنسبه للرئاسه ديالنا على جماعه واحد سيدي ابراهيم. وكيف ما كتعرفوا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يوفقوا في هذه المهمه هذه ديالو، ويكون جسر ديال التواصل، جسر ما بينه وما بين الحزب ديالنا اللي الطموح ديالو في 2026 عاد يكون هو رقم واحد ان شاء الله في المغرب ان شاء الله. والسلام عليكم. لائحة المؤتمرين، ومن بعد حصول هذه اللائحة نطلبوا من الإخوان اللي عنده تجربة أنه يترشح للأمانة المحلية كيليز أنه يتفضل. الحمد لله اليوم تمكنا من اكتمال الهيكلة الأمانات المحلية بالنسبة لإقليم مراكش. الحمد لله اليوم وصلنا 19 الأمانة محلية في الإقليم، وهذا العدد كيدل على واحد المجهود اللي قامت به الأمانة الإقليمية تحت التوجيهات نتاع الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، والسي سمير خطار رئيس قطب التنظيم. حنا هذه الأمانات المحلية قمنا بها باش يكون واحد التواصل كبير مع المواطنين، لان حزب الاصاله والمعاصره هو رجع باش يبلغ المواطنين انه راه حزب اللي جا للعمل وجا باش يعاون المواطنين ووصل المشاكل ديالهم ويحل المشاكل ديالهم. حنا في مدينه مراكش الحمد لله عندنا المجلس الجماعي لمراكش، وراه الناس كاملين عارفين المجهود اللي تتقوم به الاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري ولا المكتب ديالها ولا جميع الموظفين الحمد لله. ولا عندنا حتى المجلس الاقليمي والمجلس الجهوي بقياده السي سمير قدار، لا يحشمنا ان شاء الله غيكون المستوى كبير، وحنا غنقوموا بواحد العمل كبير من اجل نصره المواطنين والتخفيف عليهم من المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه ديالهم. وكلنا امل انه هاد تجربه حزب الاصاله والمعاصره في مراكش ولا في المغرب كامله تنجح، ويكون الحزب يتبوء ان شاء الله في الانتخابات الجايه المرتبه الاولى. وشكرا لكم.